السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك مدير؟ شكرا لله. شكرا حبيب. خلاص من حبكم يا زين عزلنا، ما عاد لي في هواكم شفي أوراده، اللي شبكنا معك يا حلو خلصنا، يكفيني اللي حصل مستحمل زياده. يا كمانجا سم هانجر ستيشن، وصل لك طلبك من باسكن روبنز. كفو، بيض الله وجهك يا اخوي. بعدين ايس كريم الحين في الشتاء. لعبتي يا اخوي، لعبتي حر يا اخي، بيض الله وجهك. شو جزال والله، رطوبه ألف. شوف 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 هذا مو لك الحاله، يا اخي قلب وجهك بس سمحت. انت شوف هانجر ستيشن يقول لك علاج الرطوبه في جازان بيتزا ايس كريم من باسكن روبنز. كمان جا، وش قاعد تسوي انت؟ استنى بصور. شوف ماني فاضي لك، روح اكتب اعلانك، خليني اكل الحين، انا بروق هنا. يا جماعة أنا أعلنت الهانجر ستيشن تقريبا والله 4 أو 5 مرات، والله ما شفت منهم إلا كل خير. أبسألكم أنتم سؤال عفوي وبسيط جاوبوني عليه، ليش ما تطلبون من تطبيقات التوصيل بدل ما تشغل سيارتك وتضيع، ويعني توفر جهد ومال ووقت؟ والله أنا بالنسبة لي بربيع. إيش أكبر المشاكل اللي تواجهك؟ في بعض التطبيقات العروض طوال السنة، وعندهم أنا أعلنت العروض 5 ريال التوصيل، والآن العرض هذا 7 ريال بس رسوم التوصيل. تروح تطلب لك سندويتش شاورما كذا 12 ريال يطلع لك سعره 25 ريال. أسعار التوصيل قصدك؟ أسعار التوصيل. هانجر ستيشن يقول لك انسى هالشيء. وأنت أبو عمر؟ يا أخي أنا لا طلبت البيبسي أبو الثلج ذاك يوصلني حار ومخلوط بالموية، لا طلبت الحار يجيني بارد، لا طلبت البارد يجيني حار. هذه تأخرون. فأنا خلاص بريح نفسي أروح من نفسي أشتري وجه. طيب مع هانجر ستيشن التوصيل أسرع شيء، الحار يوصلك حار والبارد يوصلك بارد. والله يا أبو عمر أني أعلنت لهم في الطائف أن التوصيل أخذ 16 دقيقة وصورت للناس، يعني والآن طلبت وحنا في جازان، والله أن التوصيل مدته أخذت 7 دقائق. ما بقول لك شيء، هذا الآيس كريم طلبناه، الآيس كريم يميع صح؟ شوف ما جر. لا والله ما والله. كمان جاء خلصت؟ شوف يا خالد، هذا فنان، باخذ هذا. اي 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 اعلان اي 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 يا ربي انت خلصته. اقول لك الجن ما بقى. كم ما شاء الله يا اخوي، بسلتنا يا خالد. يا ولد يا عط عط عط. طيب وش المشكله اللي تواجهك في التطبيقات؟ ادخل خانه فلانيه صلح عشان ما ابقى كبوكس واحد. اصبر عط عط. طيب وش المشكله اللي تواجهك في التطبيقات؟ ادخل خانه فلانيه صلح صبر فلان. لا لا لا، مع هانجر ستيشن كل شيء مرتب. شوف قدام عينك المطاعم والخانات، شوف هذه خانه توصيل الان ب7 ريال، ادخل عليها وشوف القائمه الطويله العريضه، اذا حاب تطلب ترى التوصيل ب7 ريال، واسرع شيء والله ما اخذ التوصيل تقريبا 7 دقائق معاي. اي والله انا قاعد اشرح المن الحين. صار اشكال هذه اللي كان بيقولها. طيب عشانك خربت الاعلان، بخطيب الف عبد الله الف. خليك كل اسكريم، تعال خذ الثاني. هيا لكم يا ما في ولا ريال. اسمع دولت واحد على النت. تعال تعال يا كمانجا كمانجا. خلاص وين بنلعب عليك انت؟ كيف على كيف كنت اكل واتعب اسوي وناخذ لنا شيء ليه؟ 1000 ريال زي ولا لا؟ تبي 1000 ريال؟ قل سري له. واحدة عبد الله واحدة. يا كمانجا بس الإعلان انتهى. طيب اسمع اسمع، انت بي 1000 ريال. ايه بخطيب 2000 وعبد الله 2000. سي هانتارو يا ولد، انت تاكل الليل والنهار ما تسمن ما شاء الله تبارك. لا احد يعطبنا، ترى اكل وعافية وصحة ونعمة. والحاصلة ما يشتري ياخذ من الفراغ. يا عبد القادر مش انا بتعشى. يا رجل والله.
يا حبيبي انت وقتك راح وقتك راح، عيال عمك ساعتين عشان اعلان منهم عيال اسسوا شركه لا ولا الدبابه الدبابه عندك كل سعيد وين شوف جالسين هنا برا يعني الدبابات هذه اللي شغلتنا في كل مكان ساعتين عشان اعلان تعال يا سعيد سعيد اعلان يا سعيد اعلن الجنت الشوب يا عيال انا عندي اعلان الجنت الشوب انا مشوب بكت سي غازي اعلن في كولان سويت بس عن البطاريه يا بدو انا ما اعلن عن تجربه كيابي ضد القطع شاحن سياره وتنازل اربع شواحن راسلكي يا غازي سنه اسمع مخلد انتو بندا روح والله جاكم مشوي باك الدنيا واخذوا وياه يا غاز باكد ست بطارية عشرة مبير عشرين مبير بسم الله الرحمن الرحيم وانتهى الاعلام لحظة اسمعوا قل يا عبد القادر ايش يا هذا اللي مجمعهم قل ما يعرف وبدر بدر بدر هذول بداياتهم بعضهم في عطاره احنا قاعدين نعلم شركه عروض يلا 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 انت يا يلا من 6 شهور ولا استخدمها يا جماعه فنانه هو يسرق بطاريات من عندي حقين عزاب وقهاوي يلا يلا مو بعيد قهاوي 6 شهور يلا يلا مو بعيد شركه عالميه يلا وش عندك انت يا الدباب علمني مغب بام بام في الجلسه ها ايش فيه والله ان شاء الله يرزقني الله وظل لي على الليل ونهار ايوه عيناتك ما رد السلام حتى على السلام الله يلا توكل حيط عليه بنيتي يا غالي انت تسلط الكاميرا على الناس اللي من برا وانا ولد عمك ما في يصدق وقعدت لسه رقم 10 خلاص راح الصفر رحنا يلا اسمع اسمع يا غازي انا متفائل بالشباب هذول بس السعيد مشو خلاص اجتاز ما حيت الدباب السعيد مشو يا عندي نجمه روح انتم الحين ضيعتوا علي الوقت وانا عندي اعلان لو سمحتوا شفتوا كيف المشاكل اجيب مبلغ مبلغ الاعلان الله اكبر مبلغ الاعلان ولا جيب 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 مبلغ الاعلان هذا المبلغ الاعلان يا كرم يا راس انا خلصت شفت اني اقرب كار خمس مرات والله شق الطنقوره شق العلم تروح ما يصير لكن ما يروح للمعيار يا غازي تدري المشط لا خطق هذا المجموعه كلها تستخدم